غزوة حمراء الأسد. وبعدها غزوة حمراء الأسد كانت لإرهاب صبيحة أحد على ثمانية أميال فقط من طيبة كما حكاه من فرط على يسار سائر من طيبة يقوم في المسير ذا الحليفة. وأمر النبي ألا يخرج إلا الذي بالأمس كان خرج ولابن عبد الله جابر السمح بالغزو إذ لأخواته جنح بالأمس إذ قال أبوه يا بني ما كنت أهرك بالغزو عليك. سببها أن قريشا عندما عادوا من القتال قالوا ندما لا أنتم محمدا قتلتم ولا كواعده أردفتم فهم جيشهم بأن يعودا وينجز الآمال والوعود. فرام طه غزوهم وللمرام قد استجابت الصحابة الكرام والقرح ما منعهم من القبول بل استجابوا للإله والرسول وخرجوا في ذلك الأوان بلا تخاذل ولا تواني. فابن معاذ إذ لقومه ذهب قال لهم أحمد للغزو تهدب وكان ألف أبي أسيد بن حضير سبع جراحات فقام دون ضير وأخذ السلاح ثم قال سمعا وطاعة فعلم قال. كذاك سعد بن عبادة أتمر أصحابه بكل ما به أمر كذا أبو قتادة المطاعون فغه لأمره أطاع. ومن بني سلمة قد اضحى في جيش طه أربعون جرحى بالطويل لأجل معمانة تعد بضعة عشر من جروح في الجسد. وبخراش الصمة بن الصمة عشرة من الجراح عدتي وقد دعا لما رآهم الرسول إلهه لهم فنالوا كل سوء. كذاك نجلى سهلين اللذان مرا من الجراح يزحفان وصار عبد الله فوق ظهره يحمل رافعا لبطء سيره. وقد دعا أيضا لهذين النبي فحظيا بنيل كل أربيه. مر بطه معبد الخزاعي عيبة نصحه بلا نزاع وهو على الشرك ولكن أسلم بعض كما البعض بذاك جزم. فقال قد عز علينا ما ترى مما عليك وعلى الصحب جرى. ثم مضى من عنده ومر بجيش صخر وهو ينوي الكرى فاستفهم الخبر منه الصخر فقال معبدنا الأمر إمر إن محمدا وجيشه اللهام ياتيك لانا بالسيوف والسهام والخيل من بعد قليل تبدو لك نواصها وهي تعدو وبه ملتحق من تخلف عنهم بلمس عندما تألف. فانش بنفسك على الفور ولا تخالفن ناصحا أخاولا. وكنت أنشأت لفرط الذعر والخوف شعرا فاستمع للشعر. قال له كادت تهد من الأصوات راحلتي سالت الأرض بالجرد الأبابير ترضي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيلي فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول. فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل إني نذير لأهل البسل ضاحية من كل ذي إربة منهم ومعقول من جيش أحمد لا وخش تنابلة وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. كادت تهد من الأصوات راحلتي سالت الأرض بالجرد الأبابيلي ترضي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيلي فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس
غير مخذولي. فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالفيل. إني نذير لأهل البسل ضاحية من كل إربة منهم. ومعقول من جيش أحمد لا وخش تنابلة وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. ومعبد غرضه مما يقول ألا يعود جيش صخر للرسول. هم من ذنى صخر ومن معه ومر بركب عبد القيس صخر. فأمر ذا الركب أن يبلغه محمد رسالة فيها له توعد بأنهم قد جمعوا له العدد والعدد الكثير منهم والمدد. ووعد الركب بأن يحمل لهم من الزبيب تلك الإبل. فبلغ الركب بحمراء الأسد رسالة التهديد صفوة معد. فحسب الملاحمي وانقلب بالفضل والنعمة خير منقلب. يا ربنا حقنا بسر الحسبلة من المخوف وبسر البسملة بجاه أحمد عليه منك أزكى الصلاة والسلام لأزكى وآله وصحبه ما سألا بهم فنال سوله من وأل. آمين. وقتل الصحابة الكرام بعض من أودى بهم الإجرام. ففتكهم بجد عبد الملك لأمه سبط أبي العاص حكي وهو الممثل بعم أحمد وبمعاوية يعرف الرد. كان معاوية حينما انفصل جيشهم رجع عنهم فدخل بالمسلمين خفية فأخبر بأمره أصحابه خير الورى. فوجدوه قد أتى عثمانا وجاء يطلب له الأمانا. وبثلاثة من الأيام أجل يذهب مع السلام. أجله بها النبي واتلى أن يبقى بعدها على أن يقتلى. ثم بضاء في رابع الأيام فبعث المشفع التهامي عمارا بن ياسر والحبا فقتله دون ما حب. وبنته عائشة العقيلة وهي لمروانة راحل له. كذا الذي عليه قبل أشفق نبينا ثم ارتجى أن يطلق ثانية أن كان ذا بناتي وهو أبو عزة ذو الهنة. واسم أبي عزة هذا عمر أباؤه على التواري تذكر عبد الإله نجل. واسم أبي عزة هذا عمر أباؤه على التوالي تذكر عبد الإله نجل وهب بن حذافة سليل جمح كفك. وكان يهجو المصطفى المبرأ من كل لام بسما تجرى. قد فك أسره بيوم بدر طه بلافدا لدعوى الفقر. وكان إذ أطلقه تعهدا لا يعود للهجاء أبدا. فنقض العهد وجاء مع العدا فوجدوه عنهم منفردا. قد تركوه نائما على الأثر وعاصم بن ثابت له أسر. فقال مثل ما ببدر قال. فقال أفضل الورى مقالا من قبله ما عرفته البلغى. لا ينبغي لمؤمن أن يلدغى إلى تمام الخبر الذي حوى من البلاغة أجل مستوى. فمن بخاف الأمر والباد علم أعطى رسوله جوامع الكلم واختصر القول له اختصارا. ففي بليغ القول لا يبرع أسكت في البراعة الخصوما الماضغين الشيح والقيصوما. صلى وسلم عليه ربه بالآل والصحب ومن يحبه. يا ربنا لأهل حمراء الأسد نسألك التوفيق للرأي الأسد والحفظ في دين وعقل وجسد. وأصلح اللهم
منا ما فسد والتقنا من حية ومن أسد وشر كل حسد إذا حسد بالمصطفى والآل والصحب الكرام عليهم أزكى الصلاة والسلام ما نال من بهم توسل إلى الكريم ما تمنى من إله آمين.